السلام عليكم بنات. اليوم عندي هاي الكمية من الورق السلك مفرزة. اليوم محتاجيتها، قلت راح اسوي دولمة العراقية اكيد، فراح اطلعها هي مفرزة. شوفوها بنات، راح استعملها. افتح الحافظة، انا حتى فرزت الاعواد يعني بالاضافة للورق، بس انتظرها اخليها بمي تفك شوية. طبعا هي كلها مغسولة ومرتبة، راح تخليها بالجدر. خليت كم قطعة من اللية.